صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء في الحديث أن من علامات الساعة ظهور قراء فساق، فما المراد بالقراء؟ هل هم قراء القرآن؟ أي نعم، قراء الفسقة هم قراء القرآن، يقرؤونه ولا يعملون به. الفسق معناه الخروج عن طاعة الله، فهم لا يطيعون أوامر القرآن. نعم، وإن حسنوا تلاوته وجودوه، المدار ما هو على التلاوة وجودة التلاوة، المدار على العمل بالقرآن. نعم.